طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. نلفت عناية مشاهدين الكرام إلى أن قناة الرافدين الفضائية ستبث على نظام HD وعلى التردد نفسه 1.0727 وعلى مدار النايل سات اعتبارا من الأول من شباط عام 2022، وأن البث على نظام HD سيتم إيقافه في 28 من شباط عام 2022. التهديد وسلاح الميليشيات يلاحق صحفيي وناشطي العراق، أين الحكومة عن حمايتهم؟ يحتل العراق مراتب متقدمة في تراجع حرية الصحافة والتعبير عن الرأي بحسب منظمات دولية معنية بالدفاع عن حقوق الصحفيين، حيث تنامت ظاهرة قمع الصحفيين وملاحقتهم خلال السنوات الأخيرة من قبل السلطات الحكومية والميليشيات المتنفذة بسبب نقلهم الحقيقة وكشفهم لملفات الفساد. دعونا نتابع هذا التقرير حول هذا الموضوع ونعود إليكم. لا مدن آمنة للصحفيين، كان هذا عنوانا لتقرير سنوي لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، حيث وثقت فيه الجمعية أكثر من 300 اعتداء على الصحفيين في البلاد، من بينها 140 اعتداء بالضرب و34 عملية اعتقال، فضلا عن إغلاق عدد من مكاتب مؤسسات إعلامية. جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق وثقت تعرض عشرات الصحفيين ممن كانوا ينقلون احتجاجات تشرين من عام 2019، قائلة إن جهات معينة كانت هي من تستهدف الصحفيين عن طريق القتل والاغتيال والاختطاف، في إشارة إلى الميليشيات المتحكمة في البلاد. لتؤكد الجمعية أن هذا الاستهداف للصحفيين جعل العراق في مراتب متقدمة من حيث تراجع حرية الصحافة. تزامن هذا مع تقرير آخر عن مراسلون بلا حدود أشار إلى أن العراق يحتل المرتبة 163 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمية لعام 2021. التقرير أكد تعرض حياة الصحفيين في العراق للخطر أثناء تغطيتهم التظاهرات والتحقيق في الفساد. وفقا لمراسلون بلا حدود، فإن الصحفيين معرضون لخطر المضايقة أو الاختطاف أو الاعتداء الجسدي أو حتى القتل على أيدي ميليشيات متنفذة. كما تناولت مراسلون بلا حدود انعدام المساءلة في اضطهاد الصحفيين، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تمر بلا عقاب بسبب عدم وجود تحقيقات أو بسبب عدم جدواها أساسا، في وقت يرى فيه مراقبون أن هذه السياسة التي تتبعها الحكومة في تعاملها مع الصحفيين تمثل تكميما للأفواه، مؤكدين أن غياب التشريعات والقوانين التي تحفظ حياة الصحفي وتمنع تعرضه للعنف من قبل قوات الأمن أو الميليشيات زاد من حجم مشكلة استهداف الصحفيين، وباتت السلطة الرابعة تناشد حريتها المسلوبة بأدوات حكومية وأخرى ميليشياوية بحسب المراقبين. نعم، طبعا الصحفي حيدر هادي كشف عن عدم تعاون السلطات الأمنية في محافظة كربلاء بشأن تقديمه لدعوة، وذلك بعد تلقيه تهديد صريح من نائب سابق بالقتل أو نائب قد خسر في الانتخابات. تحدث هادي في مقطع مصور على منصات التواصل الاجتماعي في العراق من أمام أحد مراكز الشرطة في محافظة كربلاء، وهو يقول بأن السلطات الأمنية رفضت إدخاله لساعات وأخذ تصريحاته وتعاملت معه بقسوة. دعونا نتابع ما قاله الصحفي حيدر هادي. كربلاء جيت حتى اشتكي، لأن أنا صحفي ما يخلينا طب الشرطة حضرة جنابه، أما الواسطات يطبون عادي من هاي الباب وعارفيني برا. الطلب صار له تقريبا نص ساعة،
حتى يعطلوا، بس لو جايهم عرفوا واسطات وجهات حزبية وكتل سياسية ومسؤول يدخلوا عادي. بس حتى رأيكم انه حياة الناس شلون رخيصة، حياة الفقير شلون رخيصة، ينقتل يموت يهددوه مو مهم، المهم المسؤول والكراسي مالته. هسه الساعة من 10:16 حتى خاف واحد يقول انا حبيت اوثق هذا الفيديو، حتى خاف يقول لا ماكو شيء. هاي شوفوا يقول لي انتظر برا، اقعد برا واقعد بين على الرصيف وشلون يصيح. هسه جو قبلنا واسطات عادي يطبون قبل، ناس بتعرفهم عادي. لك الله يا الفقير وهذا البلد العظيم. مو الدستور اللي كتبوه اطراف العمليه السياسيه في العام 2005 يضمن حريه التعبير في البلاد، وكذلك العراق عضو في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه الذي يشدد في الماده 19 منه على هذا الحق. يعني هذا الرجل تعرض إلى تهديد من قبل نائب سابق وقد خسر في الانتخابات، ولما راح إلى مركز أمني حتى يقدم بلاغ بهذا التهديد لم تكترث السلطات الأمنية بهذا التهديد. طبعا بحسب تقرير لنقابة الصحفيين العراقيين والذي صدر في عام 2016، تحدث التقرير بأن 455 صحفي عراقي قتلوا 455، هذا لغاية 2016 منذ الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003، و20 صحفي قتلوا خلال العام 2016. طبعا تحدث التقرير في ذلك الوقت إلى المخاطر الكبيرة التي يواجهها الصحفيون في العراق، وقال بأن العمل الصحفي في العراق شهد الكثير من المآسي والآلام، حيث استمرت خلاله عمليات استهداف الصحفيين في بالقتل والتهديد والوعيد في محاولة لمنع السلطة الرابعة من أداء دورها المهني والرقابي. أضاف التقرير، تقرير نقابة الصحفيين العراقيين في 2016، بأن العمل الصحفي بالعراق ما زال تحفه المخاطر والألغام، وهناك خشية ما زالت قائمة على سلامة الصحفيين العراقيين في ظل غياب القانون وجهل بعض مفاصل الدولة بالدور الإيجابي للعمل الصحفي في تصحيح مسارات العمل السياسي وكشف الأخطاء ووضع المعالجات الصحية لها. إذن التهديد وسلاح الميليشيات يلاحق صحفيي وناشطي العراق، فأين الحكومة عن أو من حمايتهم؟ معنا اتصال صباح من بغداد، تفضل أخي صباح. السلام عليكم. وعليكم دكتور السلام عمار. ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للموضوع هذا مع الناشطين السياسيين والصحفيين، يعني نعم. المعلوم لكل العراقيين نعم. أن من اللي وراء أداة القتل هاي هو وراها الحشد الميليشياوي، والحشد اللي تابع إلى رئاسة الوزراء ويؤتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة مثل ما يدعون هم. طبعا كل الحشد المفروض صباح نعم كل الحشد، لو بعض الميليشيات المنضوية بالحشد، والله 90% من الحشد هم ميليشيات. يعني يا فصيل بالحشد فصيل ايديه نظيفه وما متلطخه بدماء المسلمين العراقيين. يعني الكل متهمين من سرايا السلام الى جيش المهدي الى العصائب الى بدر الى النجباء الى حزب الله، كلهم عندهم هاي تابعين الى احزاب، واحنا نعرف مواقفهم. زين والسياسي اللي يرشح للانتخابات ويهدد الصحفيين وهذا مو جديد بالطبع، مثل هو ما صار ويا حيدر هادي اللي تحدث انه هدد، هو خسر بالانتخابات وهدد صحفي وراح على مركز شرطه بكربلاء وما اكترثوا وما داروا له بال. استاذ عمر كل نعم. النواب الموجودين وبالذات يعني دوله القانون والتابعين الى بدر وتابعين الى العصائب فتح والنصر عندهم ميليشيات، عندهم موجوده ميليشيات. وشوف هسه هذا البرلماني اللي هدد بالقتل، يعني عنده عاديه هذا موضوع القتل. يعني يقتل صحفي ويمكن هو فضحه وحكى باسمه، فصارت معلومه للناس ان التهديد موجود من قبل البرلماني الخاسر للصحفي. فلو ما معلومه يقتلون عادي، مثل ما قتلهم عشرات الصحفيين قبله بدم بارد. منو قتلهم؟ زين الاوراق المجالس التحقيقيه لحد الان ما ظهرهم الجنات. ليش ما ظهرهم؟ لان هذول كلهم تابعين الى منظمه الحشد.
يعني منطوين وعندهم باجات ومحميين قانونيا وفائق زيدان اللي هو جزء من عندهم ما هي ما يحاسب احد ولا يخلي يكشفون الشبكات هاي اللي عندها السلاح المنفلت اللي جاي تقتل من الناشطين السياسيين والمتظاهرين وتقتل بالصحفيين كلهم حشد حشد شعبي هيك نسميهم والحشد الشعبي مقسم الى فصائل والفصائل معروفه ولاءاته شنو احنا كعراقيين وعراق عندنا حزب الله ليش احنا لبنان هسه بلبنان حسن نصر موجود لكن بالعراق جناح ثاني لحزب الله يعني شنو جهادهم اللي يحكون بالجهاد جهاد ضد الابرياء وضد الناس البسطاء والناشطين والصحفيين بس مصطفى الكاظمي ليش ما حاسبهم؟ نعم هو هذا التساؤل صباح يعني جمعية الدفاع عن حرية الصحفيين تحدثت بأنه نحو 300 اعتداء على الصحفيين العراقيين فقط في عام 2021 وين الحكومة عن حماية الصحفيين؟ دكتور عمر صدقني نعم. كل الأجهزة الأمنية وعلى رأسها مصطفى الكاظمي يعرفون أن القاتل هو تابع للحشد وللعصائب وللجيش المهدي وغيرهم وسرايا وغيره فلا جهاز أمني يقدر يحاسبهم ويكشفهم ولا مصطفى الكاظمي يقدر يكشفهم ولا حتى القضاء اللي حاميهم يقدر يكشفهم ولا أي مواطن عراقي يروح يقدر يقدم دعوة يشتكي عليهم لأن ثاني يوم يصفوه هو هذا السلاح المنفلت وهي هاي الميليشيات الولائية هم كلهم تابعين للحشد وشفنا احنا هاي الاخير التفجيرات الاخيره مال محمد الحلبوسي وخميس الخنجر ومال عبد الكريم عرطان ليش بهالفتره صارت اذا اللي يفجر هاي ويشمر قنابل على المقرات هو نفسه اللي يخلي المفخخات والعبوات والطيارات المسيره والكواتم والخطف هو كلهم من هاي منظمه ارهابيه مافيا حكوميه يشرفون عليها حزب الدعوه ومنظمه بدر هم اللي يشرفون عليها والكل ساكتين لا ابو امن وطني مدير الامن الوطني لا ابو المخابرات لا وزير الداخليه لا وزير الدفاع لا جهاز مكافحه الارهاب وينكم ليش ما تطلعون على الجنات والقتله اللي جاي يقتلون في ابناء الجنوب الناشطين وصل عدد الشهداء الى اكثر من 1000 والجرحى هذول هم تحسبهم بالخسائر 35,000 وين مصطفى الكاظمي وحيدر العبادي قبله هم كان موجود وعادل عبد المهدي كلهم مسؤولين على هذول الجنات ذولا كيف ترون هذا الشمري الفريق الركن ما حد قدر يحاسبه لأن يعني كلهم تابعين إلى الميليشيات الحشد فما حد قدر يندق بيهم ذولي فوق القانون وأي شخصية هسه عقيد ركن لواء ركن يندق بالميليشيات السلاح المنفلت والله ثاني يوم يصفوه مثل ما شفنا هذا العقيد اللي بالداخلية طلع يصرخ يبكي إذا أنت بالاستخبارات ما تقدر تحمي نفسك وبيتك شلون راح تحمي شلون راح تكمل شبكات المخدرات جمي هم نفسهم اللي متابعين للحشيد وكشفهم أبو زينب الولائي وغيره ودول كشف أسمائهم هددوه بالاسم لا. يعني حتى النجدة الموجودة المستلمة القاطع السيطرة يعني بعد 19 سنة والادعاء بحرية التعبير وكتابة هذا الدستور اللي على أساس أنه يضمن حرية التعبير ومع هذه الأعداد الكبيرة من الشهداء من الصحفيين مئات من الشهداء الصحفيين العراقيين آلاف حالات التعرض للتهديد والضرب والإهانة حبر على ورق هذه القوانين والمواد المجرم والجاني طليق يحمي القانون والقتل الشهداء ما لهم حتى حقوق ما لهم يعني أشكرك صباح من بغداد كان معنا خميس من الموصل خميس يعني تهديدات بعض السياسيين وسلاح ميليشيات يهدد الصحفيين ويهدد الناشطين إذن وين الحكومة عن حمايتهم والله تكلم معي مو خميس تسمعني نعم أسمعك تفضل يا ريت نص التلفزيون نص التلفزيون عيني اي بالنسبه للحكومه احنا ما عارفين الحكومه بأي اتجاه تايه حكومه تايه من اولها التاليه اي سيطره ما عندهم شنو السبب زين انا حتى بالنسبه لي ها يعني مثل ما اقول عراقي ولكن ليس بعراقي هذا من صرت لحد الان عمري 70 سنه ما أدري شبر قاع لا ملك ولا أرض سكنية فأهم ما أقول الناس اللي موجودة الحبوسي بعد صار له ما جاء أول من جاء المال بالبداية أبصرت ملايين هذا المال السكن للبرلمانيين البارية في كل واحد سيارة 1,000,000 هذا
المش قاعد يخرب من جيب الرجال والفقراء ضارين على صفحة. زين؟ نعم. احنا نريد الأرض لله. أنا ما أوقع لهم الميليشيات، لأن هذول ناس بما يقول هم الحشد هي خانة وخربانة. هي العراق هو خربان خربان ما تقبل الشك. فقلت لك أنا عراقي صار لي 70 سنة لو كبر قاع ما عندي. وبينما خادم بالشرطة وعشرين سنة وقت 20 سنة جماعة استلمت بالبيعان ما يظلت فيش على الهواء وكل شيء ماكو. فأنا أجي راح يكون بهذه الحالة بالنسبة للعراق خربان هو البداية إلى النهاية ما بي ضمرة حبيبي أنت. نعم أشكرك خميس من الموصل كان معنا أبو عمر من بغداد. أبو عمر مثل ما تحدثنا و يعني في التقرير جاء في التقرير بأنه أشارت جمعية الدفاع عن حرية الصحفيين أنه بس بالعام 2021 هناك 300 اعتداء على صحفي العراق والعراق ما زال يحتل مراتب متأخرة، كما كذلك أشارت دراسة أو تقرير مراسلون بلا حدود السنوي بأن العراق يحتل المرتبة 163 من بين 180 دولة حول العالم في موضوع حرية الصحافة. وين الحكومة عن حماية الصحفيين وعن حماية الناشطين من هذه التهديدات؟ مئات من الشهداء من الصحفيين خسرهم العراق بعد العام 2003 ولغاية الآن، والاعتداءات والتهديدات مستمرة بحق الصحفيين والناشطين. تحياتي حياك الله يا أهلا ولقناة الرافدين والمشاهدين الكرام. نعم استاذ عمر، منذ غزو امريكا على العراق من 2003 ولحد الان احنا كعراقيين ما شفنا حكومه تحاسب القتله. يعني انت تقتل من يعني منها اليوم وانت جاي وانت رايح، يعني معضله هوايه عندنا هاي الاحزاب السلطه بس لغه الدم تعرف. قتلت ناشطين وقتلت سوت مقابر جماعية بالصقراوية وسوت جامع سارية وسوت يعني سوت اللي ما سوته. هذا كل على العراق من كراهية أستاذ عمر. يعني تشوف الأحزاب السلطة اللي جاي تسمع بالمظاهرين وبالناشطين وبالصحفيين، هذول ناس يعني واجبهم هم إعلاميين يعطون الإعلام يعني يكشفون الحقائق اللي بعض الأحزاب وبعض يعني الميليشيات وبعض الجرائم. فذولا من حقهم صحفيين ناشطين يعني الشعب العراقي أو كافة الشعوب يعني هاي موجودة عندهم حالة الإعلام. يعني رجل مهني هو يعني مختص بعمله، بس حكومة الأحزاب وسلطة اللي تحكم على العراق زين ليش لعد الدستور اللي كتبوه يتضمن حرية التعبير وكفل هذه الحرية؟ شو على الأرض عندنا مئات من الشهداء من الصحفيين، عندنا حالات كثيرة لتهديد الصحفيين والناشطين وملاحقتهم، شنو الفائدة من هذه المواد وهذه القوانين؟ كل ما أمر إحنا نسمع القوانين اللي يقول سلطة الأحزاب اللي يقول بأن حرية المواطن وحرية التعبير هذه كلها أكاذيب. يعني إعلام متساحب مجيد تموت الناس تستمع بأنه هاي الحكومة مطيع حرية التعبير حرية التظاهر. هم كلهم مطلوبين للعدالة وللقانون للقضاء. لأنه هنا في الحال الآن عندنا هواي ناس انقتلت بالطائفية أو تبعد بالتظاهرات اللي صارت من منطقنا الغربية. كل هاي أحزاب السلطة اللي تغلبها وما زال تواصل بالقمع والقتل والتهجير والنهب والسجن. يعني احنا ما عندنا حكومة عراقية، قوات أمنية ما عندنا، قوات الأمنية مواكبة تدخل وين تروح. أما سلطة الحشد المزيف وسلطة الحشد اللي سموها حشد الشعبي هاي أمور المسميات اللي سموها الأحزاب السلطة أمثال حدي العادل وسيد الفزعلي كلهم هم انضموا للحشد. فهذول الحشد مع احتراماتي مع احتراماتي القلاصم ناس سفلوا وقتلوا. يعني اجوا هم يشربون شرب ويشمون شم. يعني هاي قتلت المواطن
بالسجون موجودين عندهم لهم، هو بالسجون بيعذبون بيه. هذول الناس ما عندهم لا رحمه لا شفقه، كلها اعمالهم كلها كاذبه، والشعب العراقي كاذبهم ونعادتهم ان شاء الله قريبه قريبه جدا. كل هاي الاحزاب ان شاء الله تحصل على هذه الاحزاب السلطه وتنهيهم ويرجعون. نعم ابو عمر، انا اشكرك ابو عمر من بغداد كان معنا، ابو عراق من الانبار. ابو عراق برايك وين الحكومه من استمرار التهديد وسلاح الميليشيات اللي يلاحق الصحفيين والناشطين في العراق؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. انا ترى كل ما تقولون طارئ تجيبون طارئ حكومه ازعل عليكم. والله استاذ عمر هي اسمها حكومه تتحمل المسؤوليه، تتحمل المسؤوليه. الاسم ابو عراق، انت لا تظن انه الاسم يغير، انت الفعل، انت تتحمل المسؤوليه، السلطه في العراق تتحمل المسؤوليه. هل انه انت تقارنها مع حكومات ثانيه؟ هاي على جانب، اما هي اسمها حكومه ولكن الفعل على الارض. تفضل استاذ عمر. نعم. الله يخليك. وهي اللي تقصدها الحكومه ايه؟ كل واحد هسه، كل واحد وزير عنده ميليشيات. اي مو احنا مو حكومه وقال سياده. لو اكو حكومه صحيح واكو قانون واكو محاكم، والله ما صار بهذا البلد هيك مزقوت مزق. بس يا اخي كل واحد عنده حزب، احنا تحت ميليشيات يا استاذ عمر. نعم. كل واحد هسه يحكي لك يقول لك انا ميليشياتي اقدمها بياسع، اخليها تستعرض، اخليها تنزل بالشارع، وهذا اللي لعب علينا يا استاذ عمر احمد. نعم. ولا العراق هذا العريق، العراق اللي كان ربى اجيال خلوه هيك. زين شو مفسر استمرار، شو مفسر ابو عراق، شو مفسر استمرار تهديد الصحفيين والناشطين في العراق؟ شو مفسره يا اخي استاذ عمر؟ نعم. والله هم ما يهمهم، ما يهمهم بالثقافه، لأن هم جايين مجرمين استاذ عمر، قتله. فهذا المجرم والقاتل ترى ما يهمه الصحفي. نعم. الدكاتره ما يهمه، لان هذا ولاء علمي للبلد الجازه. كل واحد هسه موجود. زين وين الحديث عن الديمقراطيه وحريه التعبير اللي دائما يتحدثون به؟ عمر الله يخليك، الله يرضى عليك. يا ديمقراطية إذا تمشي على الدستور الله وكيلك، ما لولا لا يمشون لا على الدستور ولا يمشون على التقارير تجيهم من خارج، اشتغل فلاشي وفلاشي. هذول ما يهمهم البلد يا أستاذ عمر. ولا لو من الخيرة يعني إنسان، يعني ماكو ضمير إنساني؟ انتم جاي تشوفون القتل هذا، يعني ما يحركك ضميرك؟ والله أكبر فيكم. سووا في الشعب هذا، قال أشكال، سووا الطائفية، سووا ما قدروا على شيء. عم الشعب ما يريدهم بعد طابت نفسه من عدوم. اطلعوا يا منيشات، يا أحزاب، يا قذنين، يا وسخين، كاف الشعب ما يريدكم عمي، خلونا نعيش وحدنا. أنا أشكرك أبو عراق من الأنبار كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
أهلا بكم من جديد. طبعا يعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم خطورة على العمل الصحفي منذ الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003 والفوضى الأمنية التي تلت ذلك والتي لا تزال مستمرة. طبعا منظمة Human Rights Watch اتهمت حكومة العراق بالتقصير في حماية الناشطين ومحاسبة قتلة المتظاهرين. منظمة Human Rights Watch اتهمت الحكومة في العراق بعدم الإيفاء بوعودها في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ضد الناشطين والمتظاهرين كذلك، فيما أكدت استمرار الانتهاكات والاعتقالات التعسفية في البلاد. في تقرير المنظمة لعام 2022 الصادر في 752 صفحة راجعت Human Rights Watch ممارسات حقوق الإنسان في نحو 100 بلد من ضمنها العراق، وأكدت بأن الانتهاكات في العراق تضمنت الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء في ظل غياب المساءلة، وأشارت إلى أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في نوفمبر تشرين الثاني، وقالت الباحثة الأولى في الأزمات والنزاعات في المنظمة بلقيس والي بأن محاولة اغتيال الكاظمي تعكس بوضوح إفلات الجماعات المسلحة العراقية من العقاب، فهي لا تخشى حتى شن هجوم سافر على زعيم البلاد. من جانبه أكد المدير التنفيذي في المنظمة كينيث روث بأن أعدادا كبيرة من الناس خرجت إلى الشوارع حتى حين واجهت خطر الاعتقال أو التعرض لإطلاق النار، ما يظهر بأن الديمقراطية ما زالت تجذب الناس بقوة، وأكد بأنه من ناحية أخرى يجد القادة السلطويون بحسب تعبيره صعوبة أكبر في التلاعب بالانتخابات لصالحهم. نعم، معنا اتصال عبد الرزاق من بابل. عبد الرزاق، لماذا يستمر التهديد وسلاح الميليشيات بملاحقة صحفي وناشطي العراق؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك دكتور عمر. نعم، مسألة طبيعية عندما الميليشيات تقود البلد، فحتما يتهدد الصحفي، يتهدد العالم، يتهدد أي فكر، لأن هم الدولة ما يحترمون الكلمة الحرة. مع العلم هو بالدستور مكتوب بأنه احترام الرأي، حرية التعبير والرأي، لكنهم ما يحترمون الدستور. أنت شفت لك عصابة تحترم بلد، هذا احنا هذا الشيء ما نستغربه وما نستبعده. هم هذه الميليشيات من قود البلد، قود على الدمار، لا تحترم رأي، لا تحترم كلمة، لا تبني، ما تعمر هذه الميليشيات. هو هذا ديدنهم، هو هذا اسلوبهم. يعني انت قبل كم يوم ضربوا السفارة الأمريكية، يعني المكان معروف والزمان معروف. يعني معقول الشخص اللي ضرب ما تعرف الدولة؟ إذا ما عندنا احنا دولة اللي يقود البلد. اللي يقود البلد هي مجموعة من العصابات، مجموعة من المرتزقة اللي تتحكم بمصير هذا البلد. فإحنا ما عندنا بلد، ما عندنا حكومة قادرة على حماية أرواح العراقيين وحماية الصحفيين. هو خير دليل يعني ثورة تشرين، من نهضة ثورة تشرين، يعني شفت العدد الهائل من الأرواح اللي الصحفيين والناشطين. عبد الرزاق، ليش الحكومة ما تقدر، أنت تقول غير قادرة على حماية الصحفيين والناشطين، ليش ما تقدر؟ لأن أمرها مو بيتها يا دكتور، لأنه يبقى الحكومة يكون أمرها بيتها هي تكون مسيطرة، أما حكومتنا أمرها مو بيتها. بتعرف كل زين بالتوافقات هذه الحكومة، فحتما تتحكم بها الأعزاب. الحكومة من تكون قادرة تكون صانعة القرار، قرارها مو بيتها، فحتما تتحكم بها وتتلاعب بها الميليشيات والأحزاب، وهذا المسألة طبيعية. فإحنا ما عندنا سلطة اللي تحمي العراقيين، إحنا اللي ما غير رب العالمين اللي يحمي هذا الشعب وهذا البلد. وإلا تعال، يعني من ذاك اليوم لحد هذا اليوم الميليشيات هي اللي جاية تصارع
هي اللي جاي تتنازع بعبيراتهم على شنو؟ مو على مود مصلحه الوطن، لا على مود المصالح والمغانم. هذول ما يعرفوا ما يعرفون بقواميسهم بانه اكو وطن، هو ما يعترفون بالوطن، هم يعترفون فقط بمصالحهم. وهذا اللي جاي يشوفه احنا يا دكتور ما 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 استبعد، يعني احنا يقتلوا لك المعلم، يقتلوا لك المدرس، يقتلوا لك المهندس. زين الى متى سوف يستمر هذا التهديد وعمليات القتل والاغتيال بحق الصحفيين والناشطين؟ ان شاء الله وتوحدوا على اخراجهم من البلد، والا اذا بقوا العراقيين وواحد يباوع على الاخر وواحد ينتظر من الاخر هو اللي ينتفض، فاحنا حتما هم راح يستمرون بالقتل والتدمير. لكنه نأمل يعني من شعبنا العراقي ومن قادة العراقيين بأنه يكون يوحدون الكلمة حتى نتخلص من هذه الطغمة الفاسدة. وتحياتي لك. حياك الله. أنا أشكرك عبد الرزاق من باب الكلام معنا. أبو شهد من بغداد. أبو شهد تسمعني؟ كيان من بغداد. كيان تسمعني؟ السلام عليكم أستاذ عمر. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونك حبيبي؟ يا هلا بيك. التهديد وسلاح الميليشيات يلاحق صحفي و سمعت سؤالك. تفضل. انت هسه تقول لماذا يهدد سلاح الميليشيات الصحفيين؟ لا ما قلت التهديد وسلاح الميليشيات يلاحق صحفي وناشطي العراق. ايه العباره نفس العباره نفس الصياغه. استاذ عمر كلمه الحق مرفوضه. كلمه الحق مرفوضه عند هاي الناس ما تعرف كلمه الحق. هاي وحده. وهاي الناس اساسا ما عندها لا وطنيه ولا عندها غيره ولا عندها انسانيه. هو الصحفي شنو؟ صحفي قتل الصحفي. صحفي السلطه رابعه انسان يقدم وظيفته بصوره صحيحه. إلا يغلطك وقانوني حاسب. إلا إحنا ما عندنا قانون. إلا يغلطك وقانوني حاسب. ما بقى أي مشكلة. ليش تجد قتله؟ ليش هاي لغة القتل عندنا؟ هاي وحدة. نعم. وأنت تطب لي تطب المجلس النواب بشفن. إحنا وين الطب بشفن؟ وين إحنا؟ وين أحد؟ إحنا بمعركة أحد معاد. شنو هالمهزلة هاي الوصل للعراق؟ هاي مهزلة عيب. هاي داخل مجلس النواب بشفن. ليش هيك؟ ليش وين تردون توصلون العراق؟ وين تردون تودونه؟ نهيتوا كل شيء بالعراق، شكوا شيء بالعراق نهيتوا. يعني هسه احنا ما شاء الله القتل بشتى الطرق، هسه اكو قتل جديد، خلنا نسولف لك اياه لو ما سامع به، العراق يموت بكورونا، العراق يموت بالسلاح مال ميليشيات، العراق يموت من المرض ماكو صحة، العراق يموت من الجوع، العراق يموت من الفقر، هسه العراق يموت بالطشة، ماكو شوارع. تعال شوف اكو طريق يوميا يموتون ب 4-5 يوميا وما يعطون احصائيه. تعال شوف اكو طريق قريب على بيتي. تعال شوفه يوميا يموتون ب 4-5 وما يعطون احصائيه ضامنها على الناس. ليش ما تعطون احصائيه للعالم؟ ليش ما تحجون؟ ليش ما تسوون؟ يعني خير شيء قمنا نموت بالطلسه؟ ليش هيك عمي؟ ليش انتم اشترزون بس فهمون اشترزون نهيتونا، نهيتوا العراق، لا زراعه، لا صناعه، لا تعليم، فقر، جوع، ضيم، الشباب تنهزم وتموت ببحر هيجة، المخاطرات البلد، الخشخاش ينزل. زين وين الحكومة عن حماية الصحفيين والناشطين؟ وين الحكومة؟ أستاذ عمر هي يقول وين الحكومة؟ هو الصحفي مواطن. نعم. هي يقول وين الحكومة عن حماية المواطن؟ ما متوفرت مقومات الحياه. هي شنو مقومات الحياه؟ مي صالح للشرب، كهرباء، صحه، تعليم، زراعه، صناعه، يمشي براحته، هواء هسه احنا ما شاء الله هسه احنا حتى الهواء عندنا مسموم، صار حتى الهواء مسموم، هسه ما يحاربون حتى الهواء. يخسر بالانتخابات يسوي له مظاهرات ويطلق على رئيس وزراء. رئيس وزراء حتى لو كان فاسد، حتى لو كان حرامي، من تضرب بيت رئيس الوزراء انت ضربت العراق، ضربت ال 40 مليون، منو انت وتضرب العراق؟ منو انت؟ غير شنو موقعك بالعراق؟ منو انت؟ منو؟ غير لازم نعرف منو انت تضرب بيت رئيس وزراء بصواريخ والله خسرت بالانتخابات؟ هاي مرحلة احنا وصلنا لها؟ ليش هيك؟
تدزك كم واحد تجيبهم من جبال المكحول تحطهم يم جسر المعلق تحطهم وتقلهم هنا الظاهره واجبكم هنا وسد الشوارع وتخلي الناس الطريق ابو خمس دقائق يصير خمس ساعات هي هاي بس احنا عتب على رئيس الوزراء. رئيس الوزراء لو رئيس دوله حقيقي ورئيس وزراء حقيقي رمى صاروخين او صاروخ رمى بيته يعرفه يجيبه يعلقه يسوي عبره يعلقه في تحت الطيران او يعلقه في بيته بمشنقه. بس احنا يا استاذ عمر احنا تحكمنا ناس من برا يعني هسه سيد الموقف امريكا وايران لا تعب روحك سيد الموقف امريكا وايران اهم شيء ايران تنام مرتاحه برجليها واهم شيء السمايل ابتسامه تبقى على وجه امريكا بس اما العراقي لا مرت الشهيد تروح تراجع للتقاعد العامه الى حلوه يسامونها على شرفها شوف وين وصلنا الى مو حلوه ياخذوا من عندها فلوس تروح تراجع الدائرة يسامونها على شرفها وين ما تروح يسامونها على شرفها وين ما تروح هاي مرة الشهيد هذا تدوسها قدم أغلى ما يملك الإنسان حياته لأجل الوطن هاي المفروض تبقى قاعدة ببيتها معززة مكرمة وتجيها حقوقها بالسابق هسه احنا من نحكي على السابق وصاحب واحده لا عم نقول واحده الصبح بالسابق كانت مرت الشهيد يعطونها 10,000 دينار 10,000 دينار في عادل مليار 10,000 دينار يعطونها قطعة أرض ويعطونها سيارة وراتب وقطعة أرض يعطونها عليها قرض تبنيها ومعززة ومكرمة وثاني كل نادي مرت الشهيد المحترمة مرت الشهيد المحترمة هسه مرت الشهيد المذلولة مرت الشهيد مع كل أسف مع احتراماته كل شهداء العراق كل شهداء العراق مع احتراماته لهم أنتم استحوا وين وصلتوا بعد وين وصلتوا العراق بس فهمونا وين تردون تاخذونا قلوا لنا نعوف لكم البدو والروح هذا مستحيل جطنا وشلعوها من ذانكم هاي أرضنا وهذا بلدنا انولدنا به وتربينا به وكنا من شربنا من مية وكنا من خبز وما نعوفه نهائيا وليخون المي والخبز مال هذا الوطن هذا ابن حرام مو ابن حلال احنا ولد حلال ما نخون العراق والعراق يبقى عراق وهذولي رأس العشائر اخذ له 5 ملايين ومسدس عفوا 5 ملايين ومسدس وقال يا عراق يا شو اسمه راح العراق انباع هو العراق ينباع ب 5 ملايين ومسدس لا العراق سيد العراق والله العراق سيد الكره الارضيه قسما بذات الله بلد الانبياء والاوصياء والصحابه والمحصومين العراق غصبا عن يرضى والما يرضى سيد الموقف ويرجع العراق غصبا عن ان شاء الله يرجع ان شاء الله انا اشكرك يا من بغداد كان معنا خلونا نشوف الصورة لتقرير مراسلون بلا حدود هاي الصورة طبعا التقرير هو صدر العام الماضي 2021 أو الإحصائية كانت عن عام 2021 بقي العراق يتصدر المرتبة 163 من ضمن 180 دولة حول العالم في حرية الصحافة يعني مرتبة متدنية جداً أعداد كبيرة من الشهداء في الصحافة مثل ما أشرنا بأن هناك فقط لغاية عام 2016 بأنه كان هناك 455 شهيد منذ الغزو الأمريكي بحسب نقابة الصحفيين العراقيين وكذلك تحدثت اليوم جمعية الدفاع عن حرية الصحفيين بأنه في عام 2021 كان هناك نحو 300 اعتداء على الصحفيين العراقيين هذا ما يحدث للصحفي العراقي مع الأسف نرجع إلى تقرير منظمة Human Rights Watch يعني أشارت المنظمة بأن لجنة التحقيق التي شكلها الكاظم للتحقيق في قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر تشرين الأول 2019 واستمرت حتى أواخر 2020 خلفت ما لا يقل عن 487 قتيلا من المتظاهرين لم تعلن أي نتائج أو لم تعلن الحكومة أي نتائج حتى ديسمبر كانون الأول الماضي تابعت في فبراير الشباط الحكومة أعلنت عن اعتقال أعضاء في فرقة الموت زعم بأنها مسؤولة عن قتل 3 نشطاء على الأقل في مدينة البصرة الجنوبية كما أعلنت سلطات بغداد في يوليو تموز الماضي بأنها أوقفت 3 رجال أمن من رتب متدنية أو من الرتب الدنيا على صلة بانتهاكات ضد المتظاهرين
ورجلا يزعم بأنه مسؤول عن قتل المحلل هشام الهاشمي عام 2020، إلا أنها أكدت بأن عنصرا وحيدا من الشرطة حكم عليه بالإعدام في نوفمبر تشرين الثاني بتهمة الانتماء إلى فرقة الموت. أشارت المنظمة إلى أن الكثير من شباب الحراك اضطروا إلى الفرار من منازلهم، في حين بدا بأن الكثيرين في الحراك أصيبوا بخيبة أمل لأنهم شعروا بأن لا جدوى من التصويت في الانتخابات. معنا اتصال أبو علي من الناصرية. أبو علي، التهديد وسلاح الميليشيات ما زال يلاحق الصحفيين والناشطين في العراق، أين الحكومة من حمايتهم؟ أستاذ عمر الله يخليك، شلونك؟ شلونك جيمك؟ الله يخليك عمر، الله يخليك، شلونك؟ الله يخلي داعي. يا أهلا بك، الله يخليك. أستاذ عمر، هي هاي مو جديدة، يعني هاي باقلة، هاي باقلة من زمان قديمة، هي هاي مو توه. نعم. هي هاي، شوف هاي هاي الرسالة من إيران، هاي الرسالة. هاي يعني تدري شنو من يقتلون خاف من يحكي بالحق، يعني الحق ما يردونه، ايران ما في الحق، ايران يعني تريد البال، هم تدري يعني قالوا احنا حابين العراق مثل الزباله، يعني ما احترامات لك برا، واحد من طلع ايران هذا ماكو الضابط الايراني يقول العراق يعني شلون الزباله يعني مزبله، وهذول الميليشيات هم حاطيهم مزبله، هذول هم حاطيهم يعني مثل عبد، هم ما يحبونهم، الله وكيلك لو ما كان ميليشيات ايران ما تحب الميليشيات، بس بعدين يقولون احنا هذول احنا ما لنا علاقه بهم، هم يعني مثل اللعبه، مو هم هذول يعني يستخدموهم لمصلحتهم. زين ابو علي، وين الحكومه عن حمايه الصحفيين والناشطين؟ وينها؟ عمي استاذ عمر، انت مو غشيم، الميليشيات هسه تجيني انتخاب، ما تدري الطيارات موجوده ضامينه بالنفق، موجوده الصواريخ ارض حرب، وفين مجالح ما الله يديك، يعني الله وكيلك، يعني حتى المواطن سودا يعني ما مرتاح، خايف المواطن، الله وكيلك، يعني ناشئين خايف متجبجب هذول، يعني ما تعرف اخو ميليشيات ياخذون حبوب، الله وكيلك، هذا واحد يسولف لي من الميليشيات، هو يسولف واني يقول حتى حبوب ياخذون، الله وكيلك، هذا ياخذ حبوب ويقتل، هم يطلعون حبوب ويقتل، ايران هي ما تحبه، والميليشيات اصلا ماكو ايران ما تحبه، الميليشيات حاطينهم يعني مثل اللعبه، باكر عقبه بدلوا عليهم، بتحاول اصلا ماكو يخلي العراقيين واحد يقتل واحد، زين الصين شايف الدماء، بس هم دولة ما يفتهمون، جهلة ما يفتهمون، عمبي أيها المحممين، ترى إيران ما تحبكم يا قيادة الخط علي، ترى إيران ما تحبكم، التوم لعبة حاطتكم، ترى جوزوا من إيران. أنا أشكرك أبو علي من الناصرية كان معنا. طبعا أضاف تقرير منظمة هومن رايتس ووش بأنه طوال عام 2021 رفعت حكومة إقليم كردستان العديد من القضايا ضد الصحفيين بسبب كتاباتهم في فبراير شباط، حكمت محكمة جنايات أربيل على كل من 3 صحفيين وناشطين بالسجن لـ6 أعوام بناء على إجراءات شابتها انتهاكات خطيرة للمحاكمة العادلة، فضلا عن تدخل سياسي على مستوى عال، إذ رفضت المحكمة مزاعم المتهمين بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة، معللة ذلك بنقص الأدلة. وأشار تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه حكم على صحفي آخر بالسجن لمدة عام لمزاعم إساءة استخدام هاتفه الخلوي واتهامات بالتشهير في يونيو حزيران وسبتمبر أيلول، كما تم إلقاء القبض على 4 نشطاء وصحفيين آخرين في عام 2020 وحكم عليهم بالسجن بين عام وعامين في 8 من نوفمبر من تشرين الثاني، وحكم على كاركر عباس وأيوب بالسجن بندوار أيوب بالسجن عاما وشهرين، على وعلى مسعود علي بالسجن 3 أعوام و6 أشهر. هذا ما جاء في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش. والحديث في النهاية كان عن حال الصحفيين في إقليم كردستان
العراق. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.